الله معكم أعزائنا مشاهدي مريم تي في، طل عليكم اليوم بموسم جديد عبر برنامجنا فيريتاس. للأشخاص اللي معودين يتابعونا بهالبرنامج بيعرفوا أنه بهالبرنامج بنجرب نضوي على حقائق كتيرة أوقات بتكون ضايعة بمشاكلنا اليومية، أوقات مشاكل اجتماعية، ثقافية، تربوية، مشاكل صحية وأمور عديدة بنجرب شوي نضوي عليها ونضوي على الحقيقة بقلب مواضيع كتيرة بنتناولها بهالبرنامج. وللأشخاص يلي هلأ بجديد عم بيتابعونا بحب أقول لهم كمان شغلة جديدة، أنه نحن هلأ كمان طالعين لايف على الفيسبوك بمريم تي في لبنان. هلأ مثل ما بالعادة بنبلش ببرنامجنا بنطرح موضوعنا لليوم، نحن بيتقسم برنامجنا لخمس فقرات. بالفقرة الأولى بنطرح الموضوع، بالفقرة الثانية ببدأ حواري مع ضيوفي، بالفقرة الثالثة كمان بطرح سؤال لليوم يلي رح يكون حول التضامن الإنساني، إذا هو رح يبقى شيء حلم لألنا أو أي متى بيقدر يكون حقيقة. وبالأخير بناخد رأي آخر أشخاص بيشاركونا عبر الواتساب، وبالأخير منصلي سوا. بحب البداية قبل ما أبدأ حواري وقبل ما أبدأ فقراتي رحب بضيوف مميزين مع اليوم، هن الخوري توني بوعسيف، هو خادم رعية شحتول وهو من أصدقاء البرنامج، هو أستاذ وباحث تربوي. أبونا توني أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا فيريتاس عن جديد بهالموسم الجديد. حبيت هيك افتحته معك حضرتك ومع دكتورة سكارلت، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك فيكي ولكل المشاهدين، بشكر ربنا عليكم وبشكر استضافتك اليوم. أهلا فيك. كمان بحب رحب بضيفة مميزة معي، هي دكتورة سكارلت صراف طعمي، رئيسة قسم أصول التربية بكلية التربية بالجامعة اللبنانية. دكتورة سكارلت أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. أهلا وسهلا فيك وشكرا أيضا لاستضافتكم وللشاشة الكريمة اللي من خلالها يمكن أنا أول مرة بطل معكم، شكرا لكم. أهلا وسهلا فيك. أعزائي المشاهدين بنبدأ أنا وياكم بالفقرة الأولى. أصدر البابا فرانسيس رسالة من أجل إطلاق الاتفاقية التربوية. قال البابا فرانسيس في رسالته: أرغب في دعم حدث عالمي في 14 من أيار 2020 سيحمل عنوان إعادة بناء الاتفاقية التربوية العالمية. دعا البابا فرانسيس في رسالته: أرغب في دعم حدث عالمي في 14 من أيار 2020 سيحمل عنوان إعادة بناء الاتفاقية التربوية العالمية. دعا البابا للحوار حول الطريقة التي من خلالها نعمل على بناء مستقبل كوكب الأرض وحول ضرورة استثمار طاقات الجميع. حسب البابا فرانسيس هدف اللقاء هو إعادة إحياء الالتزام من أجل الأجيال الشابة، وإلى تجديد التوق إلى تربية أكثر انفتاحاً وإدماجاً قادرة على الإصغاء الصبور والحوار البناء والتفاهم المتبادل. قال الحبر الأعظم: العالم المعاصر هو في تحول مستمر وتجتازه أزمات عديدة، نعيش تغييراً تاريخياً، تحول لا ثقافي وحسب بل انتروبولوجي أيضاً، يخلق لغات جديدة ويهمش بدون تمييز. تكلم عن الحاجة إلى بناء قرية للتربية، حيث ومن خلال الاختلاف يتقاسم الجميع الالتزام في خلق شبكة علاقات إنسانية منفتحة. كما تكلم عن الشجاعة في استثمار أفضل للطاقات بطريقة خلاقة وبمسؤولية، وعن الشجاعة في تنشئة أشخاص مستعدين لوضع أنفسهم في خدمة الجماعة. تساؤلات كثيرة وآفاق عديدة برزت لنا من خلال القضايا التي تناولتها الرسالة من أجل مناقشتها في أيار المقبل. في حلقة اليوم نبدأ ورشة عمل في التفكير حول كل هذه القضايا، قضايا تطال طريقة حياتنا وتطال الشبيبة والمجتمعات في كيفية التزامها في التضامن في بيتها المشترك. ويبقى السؤال: هل السعي والعمل من أجل إنسانية متضامنة يبقى حلم أم يمكن أن يكون حقيقة؟ أطلقنا
لموضوعنا اليوم، وشفنا انه عم ننطلق من رساله البابا يلي اعلنها مثل تحضير لاطلاق الاتفاقيه التربويه يلي بدها تصير بايار المقبل بال 2020. ابونا بحب هيك بالبدايه حضرتك توضعنا باطار الرساله، لمين تتوجه الرساله؟ وهيك حسب نظرة أولية شو هدفها؟ أول شيء رح فيك انطلق بالهدف تبع الرسالة، لحتى انطلاقا من الهدف نشوف لمين البابا فرانسيس وجه هذه الرسالة وشو كان همه من أجل هاللقاء يلي رح ينعقد مثل ما قلت بأيار 2020 ب 14 أيار 2020. أول شيء رح أبدأ بخبرية، بخبروا عن طفل صغير كان عم يزعج كتير أهله. بقوم بيو في عنده مكتب وفي عنده كتير خرايط وإشياء، قال إنه أنا بعطيه شي خريطة هيك يتسلى، فبرك له إياها يعني بقصقصها وبعطيه إياها بركي بضيع الوقت لحتى ما بقى يزعجنا كتير. بقى بياخد الولد الخريطة وبيقعد بمكتب جانبي حد مكتب بيو، ما في 10 دقايق بيرجع جاي ومركب كل هيدي الخريطة. بيتفاجأ البي وبيسأل هالولد انه كيف انت بهالسرعة الممكنة قدرت رجعت ركبت خريطة كتير معقدة. قال له بي بتمنى عليك تقلب الخريطة وتشوف شو فيه على القفا. على القفا كان في صورة انسان. بقى قال له بي انا ركبت صورة الانسان فركبت خريطة العالم كله سوا. مشان هيك البابا فرانسيس اليوم انطلاقا من همه الوحيد إعادة بناء الإنسان من أجل بناء العالم وعالم أفضل. نعم. وهذا التضامن في البشرية، مشان هيك أطلق هذه الصرخة وهذه الاتفاقية ودعا إلى هذا المؤتمر. هذا إذا بدك بشكل عام، ونحن شفنا بالروبورتاج يلي عرضتيه أنه كان همه البابا فرانسيس حتى يكون عم بيضوي على أهمية الإنسان في بناء البشرية وفي بناء عالم أفضل، ومن أجل الحفاظ على هالبيت المشترك يلي هي الكرة الأرضية. نعم. يلي هي مسؤولية مشتركة. نعم. فإذا هيدا بشكل عام، مشان هيك توجه البابا فرانسيس بهيدي الرسالة إلى كل المعنيين في بناء عالم أفضل، ما حدد فقط أنه أشخاص معينين، وإنما دعي الجميع إلى وضع كل طاقاتهم، كل إذا بدك إلى جانب الطاقات اللي هن مواهبهم، من أجل أنه نتضافر هالجهود كلها سوا لحتى نكون عم نبني عالم أفضل. مشان هيك بيطلع بيقول هذه الرسالة هي من أجل التربويين، من أجل الباحثين، من أجل الأشخاص يلي يعنوا إذا بدك بمسؤولية عامة، إضافة بشدد كتير إلى الشراكة يلي بتربط هودي الأشخاص مع الشبيبة. يعني اليوم فأصلا هيدا هم مشترك عند الجميع. ما بده يقتصر على فئة معينة. وكل واحد يكون عم بي مثل ما بنقول بالعربي الدارج نكون عم بغني على ليلى. بالعكس، نحن كلنا سوا بتضافر هالجهود من اجل بناء عالم افضل يعني وبناء البشرية. يعني ابونا انت عم كانه هيك عم تلمحنا انه ما بتخص بس التربويين يلي بيشتغلوا بالشان التربوي، يعني كل الاشخاص معنيين بهالعالم. نعم. بهيدي الرساله يعني. نعم. وهلا اكيد دكتور سكارلت هي بتضوي اكثر على الشركاء يلي هن معنيين بالتربية أكثر. نعم. لأنه هي اختصاصها. نعم. أكيد. نعم. هون لحتى ما تكون يعني أنا عم بدخل على اختصاصها، فينا نقول كل شخص هو معني، يعني طبيعي. ما فينا مثل ما عم تقول حضرتك نكب المسؤولية مثلا على غير أشخاص ويكون. نعم. بس عم نقول إنه هيدا شأن تربوي البابا عم بيحكي عنه، كلنا معنيين بهيدا، كلنا معنيين بإعطاء الطعام المشروع في حينه يلي عم يطلقه. نعم. في إعطاء الطعام في حينه، من هم المعنيون إذا بدك؟ هن كل الأشخاص يلي مسؤولين عن غيرهم. مين مسؤول عن غيرهم؟ هن نحن كل واحد، كل إنسان. أحارس أنا لأخي بقول. نعم. بالعهد القديم. نعم. نعم، أنت حارس لأخيك لما بتعرف أنت توصل هذا الطعام في حينه، طعام التربية، طعام إذا بدك الطاقات الجديدة، المواهب الجديدة، إبراز كل شيء يعني يستفيد منه الآخر. حلو كتير أبونا. دكتورة سكارلت، هيك شوي بحب أشوف أنا وياك تربويا، يعني بيحكي البابا عن شيء اسمه مسار تربوي من أجل عالم أو تضامن عالمي،
وكمان بقول من أجل مجتمع أكثر استقبالا. أول شيء هيك بحب نوضح شوي ما هو المسار، يعني المعنى مسار تربوي. أنتوا أكيد تربويا في بروسيسوس نمشي فيه بتربية الأولاد الشبيبة، أكيد الأولاد بالأول الأطفال إذا بدنا نقول، وبعدين عم بيحكي عن مجتمع أكثر استقبالا. يعني كيف هون فينا نترجم مسار التربوي لحتى نوصل لمجتمع أكثر استقبالا؟ أنا بالحقيقة وقت قريت المسيرة التربوية حبيت أنها تكون مسيرة إنسانية، يعني ما قريتها فقط، ما شفت منها فقط الناحية التربوية، وإنما أيضا الناحية الإنسانية، لأنه بتتعدى كمسيرة تربوية بتفتح أكثر. هلأ طبعا سؤالك جدا مهم، ونحن كتربويين منطالب بما يسمى التربية الأكثر انفتاحا، لأنه المفتاح المسار التربوي اللي هو مفتاح لتتحقق هالمسيرة اللي تكلم عنها الحبر الأعظم، هو بتربية أكثر انفتاحا، وتحديدا منقول أكثر إدماجا. بوزارة التربية حاليا عم يحكوا بالمدارس الدامجة، يعني بطلنا لحنا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حطهم لحالهم. بمعنى آخر المدرسة هي المكان اللي بدها تلم حواليها كل الأولاد على اختلافهم، وليس الأولاد فقط اللي بيشبهوا بعضهم، على اختلافهم البيئي الاجتماعي الثقافي العائلي إلى ما هنالك. هيدي أول نقطة بننطلق منها تقدر أنا كون بتربية أكثر انفتاحاً. هيدا بيتطلب ثلاث أشياء مهمة كتير. إجمالاً أنا بقول شغلة واحدة هي الحوار. إذا ما في حوار بين الأطراف يعني ما في انفتاح، يعني في تسكير. دونك الحوار بيقتضي تماماً التفاهم وبيقتضي الإصغاء. يعني أنا وقتها بكون بدي أتحاور أنا وياك، نحن هلأ عم نتحاور، بس مفتاح النجاح بالحوار انه انا اصغي وحضرتك تسالي السؤال، وعلى العكس، لانه ما في انفتاح اذا ما في اصغاء، وما في اصغاء اذا ما في حوار مع الاخر. فينا نبلش بالقبول الاخر بالاول حتى اقدر اعمل هالحوار هالانفتاح عليه. هلا النقطه الثانيه المهمه اللي بتجي مع تربيه الانفتاح هي انه انا مين بدي ربي، يعني شو البروفيل دو سورتي اللي انا بدي اياه، المخرجات، ما هيك ابونا بالعربي. يعني انا هالتربيه المنفتحه والدامجه مين البروفيل دو سورتي اللي بدي اطلعه؟ انا بدي اطلع انسان ناضج. شو يعني ناضج؟ يعني ناضج عقليا اجتماعيا فكريا وجسديا. برايي المسيره التربويه اللي مثل ما انا قريتها، الهدف من ورايا، من أهدافها، هي عندها أهداف كثيرة، ولكن من أهدافها تنشئة الإنسان الذي يسأل ويتساءل وليس فقط الذي يجيب. إحنا بمدارسنا كثير بهمنا الولد بس نسأله سؤال يجاوب عليه، ولكن بدنا نقلبها للشغلة. هلأ مثل هاي الخريطة اللي كان وجهها من تحت الإنسان وهي خريطة معقدة، يعني بدنا نقلب الأشياء بالمسار التربوي. ما بدي أنتظر دايما من الأولاد بقلب المدرسة اللي أنا بدي فيها تربية منفتحة أنه فقط يجاوبوا، بدي هون هني يسألوا السؤال وهني يتساءلوا، يكون يتساءل بطريقة مسؤولة. يمكن هلأ بالتربية الحديثة أو بالمناهج الحديثة صار الولد هو يلي مثل كأنه بيكتشف الموضوع قبل ما يطرحه. هيدا نحن كتير بندعي عليه تربويا، يكون هو محور العملية التربوية. بتصور رح نفوت فيها بالحلقة يمكن إذا سمح لنا الوقت شوي بطريقة مفصلة. إن شاء الله. أبونا بدي أرجع أشوف شوي بالرسالة. البابا فرانسيس بيحكي عن العالم المعاصر يلي بتحول مستمر ويلي كمان عم بيواجه أزمات عديدة. بحب أول نقطة هيك نحكي شوي ما هو هالتحول، أو هل هالتحول بالعالم هو شيء سلبي، أو يعني نحن بنعرف من طبيعتنا نحن بيقولوا اللوم ان ديفونير، يعني بصيرورة مستمرة. صح. وهيدا شيء ما بعرف اذا سلبي قد ايه بيكون سلبي بتعاطينا مع بعضنا او بجهوزيتنا لنلاحق هالتحول.
وكمان بنحب نحكي شوي شو هي الأزمات اللي ضوى عليها البابا برسالته. مثل ما قلت فيكي انه الانسان هو في صيروره دائمه. نعم. ونحن دائما في تحرك ونمو نحو الافضل الى الامام. نحن بالعكس الاستقرار اذا بدك بمطرح من المطارح وكانه هو موت وعدم. نحن بنشوف دائما بنكون مريض اتحول الى انسان صحيح. نعم. من الصيف الى الشتاء، من الشتاء الى الربيع، الى دائما في تحرك، وهذا التحرك بالعكس هو بخلي تكون الامور عم تنمى، نحن في تغير دائم، فاذا دائما نحن الانسان هو هناك الثابت وهناك المتغير. نعم. يعني لا الثابت بحد ذاته هو سلبي ولا المتغير بحد ذاته هو ايجابي، هو تفاعل الانسان مع الامور والمحيط يلي هو عايش فيه بتقرر اذا كان هذا الثبات او هذا التغير هو سلبي ام ايجابي. نعم. مشان هيك البابا فرانسيس برجع بقول عم بيضوي على يحط الانسان يكون هو المحور في نعم. قلب التربيه. نعم. لانه هو الانسان يلي بيعطي الامور طابعها الايجابي او الطابع السلبي. نعم. مشان هيك بنشوف انه ضروري انه نكون نحن ماشيين بمسيره مثل ما بتحكي الرساله مسيره تراكميه. مشان هيك هالمسيره التراكميه شو بتتطلب؟ بتتطلب النمو، بتتطلب التحرك، بتتطلب انه يكون الانسان مثل ما قلنا بالاول هو في صيروره، انا ما وصلت، انا صائر دائما. نعم. وانا سائر دائما. نعم. مش بالثه بالسين يعني. نعم. نكون انا لحتى امشي لحتى اوصل الى الافضل، ولا مره الانسان بيوصل. نعم. ولا مره حتى نحن باكتشافنا لحقيقه. صح. الله نحن على طول باكتشاف، نحن باكتشاف مستمر دائم وفي تفتيش دائم عن. نعم. الله وفي تفتيش دائم عن ذاتنا حتى. نعم. وفي تفتيش دائم عن الانسان اذا بدك الكائن في داخلنا. نعم. مشان هيك نحن قديش انت بتكون عم بتفتش على الانسان بداخلك، قديش انت بتكون عم تنمى وتكبر وتتقدم في حياتك. هي اول نقطه. النقطة الثانية يلي طرحتيها فيكي هي قصة الأزمات يلي نحن عم نعيشها اليوم. البابا فرانسيس صراحة عم يحكي عن تحول وتغيرات وأزمات، أكيد ضوى على أشياء جدا عميقة. أول نقطة بيحكي عنها هو هالتحول الأنثروبولوجي يلي عم يخلق مثل ما بقول بابا فرانسيس هون، يخلق لغات جديدة ويضع جانبا النماذج التي سلمها لنا التاريخ. No. يعني شو عم بيصير؟ يلي عم بيصير بكل بساطة هو هالتصارع بين ما ورثناه من الآباء والأجداد من قيم، من سلوكيات، من تصرفات، من مواقف، من معتقدات إلى آخره. عم تجي هاللغات الجديدة وكأنه عم بتحط جانبا تلك المعتقدات والموروثات إذا بدنا، وتخلق نوع من أشياء جديدة وقيم جديدة. شو عم بيصير؟ عم بيصير في تضارب وتصارع، وهون يؤدي إلى انقسام عمودي بين الناس، بين الأشخاص يلي بدهم يحافظوا على ما هو ثابت ويعتبر بالنسبة لهم هو مقدس. نعم. وبين إذا بدك التغيرات يلي عم بتصير، وبين الأشخاص مثل ما قلنا الفئة الأخرى يلي بهمها أنه يكون في عندها قيم جديدة وتصرفات جديدة وسلوكيات جديدة. نعم. إلى آخره. بقى يؤدي هذا إلى نوع من تخبط في قلب المجتمع، وهيدا يلي عم بيعيشه أول شيء الإنسان بقلب ذاته قبل ما يكون بعلاقة بالمجتمع. نعم. عم بيعيشه أول شيء مع حاله، أنا شو بعمل؟ عم بيعيش هذا الصراع الإنسان. تاني نقطة بيحكي عنا كمان إلى علاقة بالثورة التكنولوجية اليوم، بيحكي البابا فرانسيس. نعم. من الأزمات هو التراكم التسارعي. نعم. اليوم حكينا عن التغير، التغير هو مثل واحد كأنه بطيء بيصير. بيصير بطيء بطريقة بطيئة. لا اليوم شو عم بيصير؟ هذا مثل واحد لما بيأكل بشكل كتير سريع شو بيعمل؟ عصر هضم. بيعمل عصر هضم. مشان هيك بينما اليوم اذا قطعنا الامور بكثير رواق واكلنا ومضغنا الامور بطريقه، نحن بنكون عم نتغذى، معدتنا بتكون مرتاحه، وبنكون عم ننمى بطريقه سليمه وصحيحه. اليوم شو عم بيصير؟ نتيجه الثورات التكنولوجيه، نتيجه هالدوامه السرعه في حياتنا اليوم. مشان هيك عم بيصير في ما يسمى بالتراكم التسارعي ويؤدي الى ازمه. لانه ما عم بستوعب يلي انا عم بتلقاه، يلي انا. نعم. عم بتلقفه من هو المجتمع. هون ابونا بيذكر شيء انه هذا التسارع يلي عم بيكون
اسرع اذا بدنا نقول من نمونا البيولوجي الطبيعي. صح، هذه يعني مثل ما حضرتك عم تقول في قدرتنا تفكك يمكن للتركيب النفسيه، بقول قدرتنا للاستيعاب يمكن. صح، كمان في تفكك بالتركيب النفسيه. اليوم في تناغم، في شيء اسمه هارموني. نعم. بحياتنا في البعد، يعني كمان دكتور سكال بعتذر بس انا تلميذك يعني. لا العفو ابونا، بالعكس بقى على الصعيد الذهني العقلي الاجتماعي. نعم. كل هالابعاد عند الانسان شو عم بيصير اليوم؟ عم بيصير انه في تفكك. نعم. وكانه الذهن بمال والعاطفي بمال. نعم. والجسدي بمال والى اخره. هالتفكك نتيجه مثل ما قلتي هالتناقض مع البطء الطبيعي للتطور البيولوجي عم بيؤدي الى هذا التصارع، وعم بيؤدي انه يعيش الانسان ازمه. نعم. لانه. نعم. مفكفك. نعم. وهيدي اذا بدك منضوي عليها بدون ما يكون روح كثير روحيا، هي الخطيه يلي بتفكفك الانسان بكل. نعم. ابعاده. نعم. وبتجعله مفكك. بيجي يسوع المسيح، بيتجي الكنيسه اليوم لحتى ترجع تعيد الانسان لحتى يكون عم بيعيش هالارموني مع ذاته. حلو. التناغم مع ذاته، لحتى يقدر لما يعيش التناغم مع ذاته بيقدر يعيش التناغم مع الاخر الموجود، ويتقبل الاخر الموجود ويتضامن مع هذا الاخر. نعم، هون حتى بيحكي كمان عن ضياع الهويه او عن ضياع هويه كيانه، يعني الانسان بيضيع هويته. مظبوط، مثل ما حضرتك ذكرت، لانه نحن كمان باكتشاف مستمر لهويتنا ولذاتنا. ولا دكتورة سكارلت كمان حكي البابا عن الحاجة إلى قرية كاملة. لتربية الطفل، يعني هون وقت واحد بيقرأ انطلق هيدا مثل أفريقيا، مثل أفريقيا، وقت واحد هيك بيفكر أنه تتربي طفل بدك قرية، يعني هون شو بيعني؟ هلا يمكن بابا الوقت يسمح لنا قبل الاستراحه نحكي عن كل هالتفاصيل، بس بحب هيك تدوي لنا شو بيقصد بهالفكره بطريقه جدا مختصره، مع انه كنت بحب اخذ عليها هيدي وقت هلا كثير مهم. بعد الاستراحه هي بكلمتين، نعم للاختلاف. نعم. كلا للتمييز العنصري. حلو. دونك القريه هي مجموعه عالم مختلفين. بس ما لازم يتميزوا عنصريا. يعني انا وقتها بكون عم بشتغل على تربيه الطفل بدي يكون عارفة أنه أنا مش وحدي عم ربي، يعني. نعم. مش الأم والبي. نعم. وإنما الشارع والبيئة. والمدرسة. حلو. والأهل، غير الأهل. مزبوط. اللي أنا الأساتذة بالمدرسة، الناظر، كل فرد بيلتقى فيه الولد هو بيساهم بعملية التربية تبعيته. وقت أبونا عم بيقول على التناقض اللي صار، يعني أنا كنت اسمحوا لي، أنا بشوف التناقض بيجي من الكبار مش من الولد اللي عم يتربى. يعني الكبار هن اوقات اللي ما بيسهلوا له حياته. بمعنى اخر، انا بدي اكون مقتنعه تماما انه انا المجتمع اللي خلقت فيه مع عاداته وتقاليده والى ما هنالك مختلف عن الزمن اللي خلق فيه ابني. بس اقتنع فيها، مثل ما بيقولوا لحنا عنا بالدارج الوعي الكبير بساعة الصغير. وهيدي ضوى عليها العالم الاجتماعي الفرنسي الشهير إيميل دوركهايم، انه بس بدك تربي ولد مثل ما انت تربيتي رح تخلقيه مش مناسب للمجتمع، واذا بدك تربيه ابعد من المجتمع اللي هو عايش فيه كمان رح يلاقي حاله غريب بالمجتمع. فانا هون من عبر شاشتكم الصغيره بدعي الاهل انهم ينفتحوا. نعم. اكثر. نعم. على هالتطور اللي عم بيصير، ما ياكلهم، لانه لحنا حسي انا بحس على حالي نفسي مقطوع، وبحس ولادي ماشيين مع هالتطور بطريقه كثير صعب علينا نحن، صعب علينا لحنا، ولكن لحنا تنقدر نربح هالولاد لحنا لازم نفوت لعندهم على حاجاتهم، على هن شو بيفكروا، نقدر نفهمهم بالوقت اللي هن عايشين فيه. نعم. دكتورة سكارلت، بدنا نرجع على هيدا الموضوع. ايه، لانه نقطة مهمة. اعزائي المشاهدين، نطلع لاستراحة صغيرة ونرجع منتابع موضوعنا. أعزائي المشاهدين، بتابع أنا وياكم بموضوعنا لليوم يلي عم ننطلق فيه من رسالة البابا يلي أعلنها لإطلاق الاتفاقية التربوية يلي بدها تصير بأيار المقبل.
رح تابع مع جوفي حوارنا حول التضامن الإنساني ضمن مسار تربوي يلي ذكره البابا بقلب هالرسالة. دكتورة سكارلت، بدنا نرجع شوي مثل ما كنا عم نحكي قبل البريك قبل الاستراحة عن موضوع القرية يلي حكي عنها البابا، ويلي حضرتك شرحتي لنا انه هالديفيرسيتي بقلب القرية، هالتنوع هو يلي اساس تربية الانسان اذا بدنا نقول هون. اذا بنرجع شوي انا بس هيك بدي احكي شيء ذكرتيه انه لازم الاهل ينفتحوا اكثر على المجتمع يلي عم بيكونوا اولادهم هلا عم بيعيشوه، غير المجتمع اللي بيكون قبل دجا عاشوا الأهل، يعني عاشوا فيه الأهل والتقاليد والأشياء اللي الأبونا ذكرها قبل كمان. بس هون أنا بحس أوقات كتير الأهل حرام يعني عم نحط على كاهلهم أمور كتيرة، هن أساس التربية وهن بدون ينفتحوا على المجتمع وهن كمان بدون يعيلوا العيلة. يعني كتير أنا أوقات بحس في ضغط على الأهل بهالمواضيع. هي القصة كتير هينة إذا الأهل شوي خليني أقول بيتخلوا عن هالضغط وبيحطوا بدل الضغط سلم القيم. أنا ما بتصور القيم تختلف من مجتمع لمجتمع أو من فترة لفترة. يعني أنا إذا بربي ابني أنه أنا إذا أهلي ربوني أني ما كذب، ما بعتقد أنه بالقرن 21 الكذب هو مزبوط. دونك أهم شيء الأهل بيعملوه هو الانطلاق من سلم القيم. إذا سلم القيم واضح ضروري جم سلم القيم الأهل ينفتحوا مع أولادهم. تطور التكنولوجي شئنا أم أبينا هو ماشي. يعني أنا ما فيني وقفه ولا فيني وقف ابني عند أنا ما تربيت. أكيد. مشان هيك الأفضل أنه الأهل يطلعوا. أنا هون بدعي من عبر شاشتكم الكريمة إلى عدم استقالة الأهل من مهامهم. للأسف مدام فيكي أنا ما بشوف التطور التكنولوجي السريع خطر قد ما بشوف استقالة الأهل بالوقت الحالي هي الخطرة. الأهل صاروا مشغولين بقصص كتيرة، بتأمين لقمة العيش، بالنشاطات تبعولهم، بالعمل تبعهم، أوكي منيح، بس نسوا أنه المسؤولية الأساسية عندهم هي تربية الأولاد. عشان هيك او الانسان اذا أو بدنا الإنسان نقول يعني هو محور اولادهم اللي هو محور كل العمليه ومحور كل الوثيقه اللي تكلم عنها الحبر الاعظم. مشان هيك انا بدعي الاهل يرجعوا يمسكوا زمام الامور وترجع التربيه بين ايدهم، مش بس لانه الولد وقتها بيروح على المدرسه في عندي الاساتذه، في عندي الرفقه. الرفقه شيء اساسي، بدي اعرف ابني مين عم بيعاشر. في عنا البيئة الصغيرة والبيئة الكبيرة. نحن بالتربية منقول من الميكرو يعني من البيت للماكرو. فلشته على العالم. أنا وقتها بكون مسلحته، إضافة إلى سلاح الإيمان أبونا، بس وقتها أنا بكون مسلحته إضافة إلى الإيمان، مسلحته بالقيم. وبتصور كل الأديان بتدافع عن القيم وعندها إياها أساس، وهي الوثيقة المشتركة. بتصور أنه بيكون ولد واقف على جري مع التطور ومع التسارع التكنولوجي. أنا أهم شيء لألي كتربوية أعرف ابني مين عم بيعاشر، وين عم بيروح، وين عم يسهر، مع مين عم يأكل، مع مين عم يظهر. هي مهمة بدون ما خليه يحس أنه أنا عاملة عليه بوليس، ولكن أنا أكون شريكي معه بهمومه. ما قال له أنا بعمرك ما كان عندي هالهموم، بس أنا بعمره كان عندي غير هموم بطلت موجودة. أكيد. يمكن أكيد. عرفتي؟ قد ما الأهل بينفتحوا على أولادهم قد ما الأهل بيصيروا يستوعبوا الأولاد، قد ما الأهل بدهم يضلوا على صراع وضغط أنه أنا على أيامي ما كان هيك، قد ما بده يصير في تشرذم بالعائلة وتشرذم بالعلاقات العائلية ما بين الأهل والأبناء. توضحت يعني اكيد بتصور الفكره. إيه؟ وان شاء الله يعني بنصلي لهالاهل عن جد يقدروا يكونوا منفتحين على هالمواضيع كلها. ابونا بدي ارجع كمان للرساله، اذا بنلاحظ حضرتك اكيد مطلع على كل هالرسائل يلي البابا بيعطينا اياهم، عن جد شيء كثير. البعض مش الكل، اغلب الرسائل نحكي علميا إذا أنت بعض يعني أنا ما أحكي يعني بنشوف أنه مثلا حكي بوثائق الأخوة يلي انعملت الأخوة كمان الإنسانية حكي بيكون مسبحا لوداتو سي كمان عن هالبيت المشترك اللي ذكرته كمان الدكتورة.
وهلا بده عم بيحضر للاتفاقيه التربويه، وكل هدول الرسائل وهالوثائق بيحكوا عن التضامن الانساني، واللي هو موضوع حوارنا اليوم وسؤالنا اللي بدنا نطرحه، انه حتى كمان بطرحه على المشاهدين اذا بحبوا يشاركونا، اذا هالتضامن الانساني رح يبقى حلم او يصير حقيقه يعني. بس هيك بحب اخذ منك حسب تعليم الكنيسه الاجتماعي اكيد، ما هو مفهوم التضامن؟ بكل بساطه التضامن اذا بدنا نختصره هو انك تطلع من القوقعه تبعك من اجل الانطلاق نحو الاخر المختلف. نعم. من اجل ما يسمى الخير العام للبشريه. نعم. هذا بكل بساطه هالتضامن يلي هو اذا بدك فضيله اخلاقيه حقيقيه بحد ذاتها، هي من اجل انه الانسان يتعلم يكون. نعم. عم يطلع من الانانيه والفردانيه نحو النحن، مش انا، نحو النحن. ها وحده. ثاني نقطه بيحكي عنها بيقول ذروه التضامن ظهرت على الصليب. حلو. وقت يلي يسوع المسيح تضامن مع البشريه وافتداها بدمه، وقت يلي بذل ذاته من اجل الانسان لكي يعيد الانسان الى انسانيته. حلو كثير. هذا هو التضامن اليوم، هو انه نكون نحن عم نلبي تطلعات الانسان. كل انسان وكل الانسان، ومن اجل ان نلبي ونعيش تدبير الله نحن دورنا هو ما نكون متفرجين. اليوم بالملعب بتروح بتحضري ماتش فوتبول بتكوني متفرجه، انت ما بتقدري تكوني فاعله وانما متفرج. بينما التضامن هو انك اليوم تعرف تكون عم تنحني. نعم. صوب الاخر. نعم. وهيدا دور المربي، هيدا. نعم. دور الام بالبيت والبي، هيدا دور الاستاذ بالمدرسه. نعم. هيدا دور الكاهن في الرعيه. نعم. هيدا دور كل شخص انه يعرف ينحني لحتى يكون عم يرفع الشخص الاخر ويكون عم بضوي على كل هالغنى يلي موجود عند الشخص الآخر المختلف. حلو كتير أبونا. بس هون كمان فينا نقول مش بس الهدف الآخر، هدف نمونا نحن كمان. نحن وقت مننحني على الآخر بنكون عم نكبر. نعم. وننمى سوا. نعم. لأنه هي شراكة مثل ما قلنا على التربية. يعني فينا نقول بروح من روح مثل ما بيقول البابا أبعد من الشفقة بهالانحناء يلي أنت حضرتك عم تحكيها، بروح أكيد. للعمل. أكيد. للفعل. يعني ما في شفقة، ما في قول حرام أنا. نعم. بتضامن لأنه كلمة حرام. نعم. أنا أتضامن مع الشخص الآخر لأنه أرى في الآخر هو شريك في هذا الخير العام. نعم. يلي نحن بيجمعنا. حلو كتير. كمان إذا بتشوف أبونا بآخر الرسالة لأنه يمكن عم بيسبقنا الوقت، بحب هيك. نعم. ندوي شوي، بيحكي عن الأشخاص يلي هن بالخدمة، يلي مستعدين للخدمة، وبيقول كمان أنه هي يلي أساس الحوار، الحوار يلي ذكرته الدكتورة سكارلت كمان ببداية الحلقة. يعني هون اللي عم نحكي عن الأكت، عن الفعل، عم بيربط التضامن في الخدمة. صح. نعم. نعم. صح. يعني هون حلو كتير هالربط يلي عمله، وبيحكي عن أنه نشجع كأنه أنه نحكي عن الشجاعة لهالأشخاص يلي مستعدين للخدمة. ليه حكي هون عن الشجاعة؟ كأنه في خوف. لأنه اليوم أول شيء في خوف. أنا بقول لهم في خوف دايما، الإنسان بخاف من الضعف يلي بيعيشه. أول شيء بيرجع بيعطينا الشجاعة لحتى نتشجع نوثق بحالنا. نعم. هي أول نقطة. نعم. نتشجع ننفتح نحو الآخر اللي قلنا هو مختلف. نعم. تلميذ بالصف ما بده يكون بيشبهني. نعم. لأنه أنا ما بدي يكون إذا بدي كتيب قدام الآخرين وكأنه خلقني الله كسر القالب، مش كسر القالب، بدي تشبه يكونوا كلهم قوالب مثلي أنا، ما بدي يكون قالب. نعم. وصب الآخرين فيي. نعم. بالعكس، كل واحد مثل ما قلت خلقه الله وكسر القالب، عنده فراته، عنده هو مميز بحد ذاته. حلو. مشان هيك الشجاعه ارجع اليوم اذا بدك حط الانسان هو في محور. نعم. العمليه التربويه والعمليه اذا بدك الرعويه والى اخره. حلو. يعني دكتوره سكارلت فينا نقول هل الانسان بهالمسار التربوي كله يلي بيشتغل فيه المجتمع هو المحور؟ انا بحب ضوي هون على نقطتين مهمين اساسيين كثير. اول شيء مع الاخر، انا بتعلم مع الاخر ولكن ايضا ضد الاخر، يعني وقت الاخر بيكون مختلف عني بيكون عم بيعلمني. هيدي اول. حلو. نقطه. ثاني نقطه، التضامن مع الاخر بيخليني انجح اكثر.
حاليا في جملة كتير بحبها أنا، ensemble on est plus intelligent. حلو. إذا أنا بدي أروح على قصة الرياضة اللي لحنا شايلينها وما عم نعطيها أهمية بمدارسنا، يعني عندنا ساعة رياضة أو ساعتين، لا. شو أهمية الرياضة؟ أهمية الرياضة بتخلي الأولاد كلهم كفريق، ما اسمه فريق رياضي، بتخليهم كلهم يتضامنوا مع بعضهم، لا. تواحد يسجل هدف إذا عم بياخد لعبة الفوتبول، بس هاللي سجل الهدف يعني اللي سجل فوز الفريق ما قدر سجل الهدف لو الفريق كله ما عطاه الباسات المضبوطه بالوقت المناسب وعلى المسافه أكيد. المناسبه، بس في واحد بيسجل هالهدف. هون اهميه ما يسمى، برجع لهون لخدمه الجماعه، وحاليا بالجامعات صرنا عم نحط كريديات على خدمه الجماعه، يعني بينزل الطالب بياخذ 2 كريدي خدمه المجتمع، ممكن ينزل على دار ايتام، ممكن صح. يروح على محل اخر خدمه للمجتمع المدني. حتى بالثانوي كمان بالسكوندير كمان نطلبها. في خدمه المجتمع نطلبها، يعني اولادنا بيروحوا على محلات صح. هون تنوصل للشيء الاساسي سيد فيكي، خليني بس اقطع هالكلمه، اللي هو استثمار الطاقات تبع الاولاد كلها. مش كل الاولاد بدهم يطلعوا حكمة، هالاهل يروحوا الضغط عنهم، مش كل الاولاد رح يطلعوا مهندسين، كمان شوي نروح الضغط عنا. كل ولد عنده الباركور ديكسلونس تبعه أكيد. وكل ولد ممكن يكون مبدع بالشيء اللي بحبه. وهون حكي البابا عن استثمار الطاقات يلي الابونا ذكرها بالبدايه، يعني اصلا المسيره التربويه اللي حكي عنها حبر الاعظم، يعني بدها حلقات وحلقات أكيد. وحلقات أكيد. كل كلمه فيها هي درس تربوي. حكي عن مسار ايكولوجي، حكي عن الانثروبولوجيا، بس نحن اكيد ما رح نقدر نحكي عنهم كلهم. اعزائي المشاهدين، انا بطلع على الفقره الثالثه. هلا بهالفقره اعزائي بنطرح سؤال رح اطرحه على ضيوفي، وكمان موجه اذا حدا بحب يكون عم بيشاركنا. متى يصبح تضامن الانسانيه حقيقه؟ لمين بوجه سؤالي؟ ابونا تفضل. العين ما بتعلق الحجب، تفضل يا دكتور. انا بكلمه واحده هيك ما كثير بحب على الهوى عقد الامور، اذا في اراده نوصل لهالحلم، لهالتضامن. اذا ما عندنا اراده، اذا بدنا نضل بما يسمى سياسه التهميش وسياسه الانا، ما رح نوصل ابدا للتضامن. حلو. هي مسؤوليه ولكن هي اراده. حلو حلو. يمكن قبل الإرادة كمان بده يكون في اقتناع، وهيدا دورنا، يمكن دورنا اليوم بحلقة طبعاً. دورنا طبعاً. بالتربية، بالتنشئات يلي بتنعمل، بالرعاية أبونا، بكل هالمدارس بهالجامعات، لحتى يكون في اقتناع بهالأهمية التضامن، لحتى نعمل هالخطوة. عن جد ست فيكي، لازم نربي الأولاد بقلب المدارس قبل ما نعطيهم تاريخ وجغرافيا ومات وفيزيك وشيمي، نربيهم على ما يسمى لو بيان كومان، الخير العام. لو بيان كومان، مش اذا انا بخير معناتها غيري بخير، لا، ما انا كمان يعني انا عايشه مع جماعه، ان كان بالبيت او كان بالمجتمع او كان على الطريق. لو بيان كومان شغله كثير مهمه. قبل ما نضوي على المعلومات بالمدرسه اللي بده ياخذها الولد، خلينا نضوي كيف بده يعيش مع الاخر. حلو. ضمن اطار لو بيان كومان. انا هيدي بالنسبه لإلي نقطه كثير اساسيه. اكيد بدها قناعه ولكن بدها اراده، يعني بدنا نشمر عن زنودنا. مزبوط. المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة وهي اللي بتعملنا الضغط، مش الضغط بالتسارع تكنولوجي. رغم انه ضغطنا كتير وصايرين بنمشي على الدقيقة او على الثانية، ولكن الضغط الاكبر هو انا كيف بدي اخلق جيل واعي. حلو. مسؤول يتضامن مع الاخر لخدمة مجتمعه كله، مش اذا انا بخير معناتها شو بدي مغيري. أبونا يمكن هون شوي الاقتناع بده يكون إنه خير الآخر كمان هو من خيري، يعني هون إذا هيك شوي بتفوتنا أيمتى بتصير هالتضامن حقيقة بصير برأيك؟ يعني أنا بقول إنه دائما هيدي ورشة عمل، يعني نحن بدنا ما نقول أيمتى بنوصل، نقول أيمتى بدنا نبلش. صح. يعني لأنه أيمتى بدك توصلي ممكن ما توصلي لل الخير العام بشكل او التضامن الكلي. نعم. وانما اليوم نحن بنحاول نقرب
مثل ما دائما نحن منقرب من الحقيقه. نعم. ما بنعرف الحقيقه كامله، ولكن نحن منقرب نعرف جزء من الحقيقه. هيك كمان نحن بدنا نبلش بمطرح معين، لانه خطوه مثل ما بقولوا الالف ميل. نعم. بتبلش بخطوه. صحيح. نعم. بقى نحن لازم نبلش بخطوه معينه ولو بشكل كتير صغير، ولو على قد حجمنا، على قد قدراتنا، على قد طاقاتنا، بس بدنا نبلش بمطرح. ومثل ما قالت دكتور سكارلت، وهون عن جد بشدد على هيدي النقطة، حتى بألعابنا اليوم بدنا ننتبه أي ألعاب عم يلعبوا أولادنا. صحيح. لأنه في ألعاب اليوم بتعودهم يكونوا عم يشتغلوا لحتى هو على يربح. على الأنانية. 100%، لحتى هو يربح وغيره يخسر. نعم. بينما في ألعاب اليوم بتتطلب إنه يكون في تيم. نعم. يكونوا عم يشتغلوا. نعم. فريق مع بعضهم. نعم. وهيدي شغلة عن جد شوي بتتطلب انه سهر اكثر، بتتطلب وعي اكثر، بتتطلب دراسات اكثر. مشان هيك انا بطلب انه اليوم يكون عندنا مركز ابحاث يكون حقيقه عم بضوي لو اشياء كثير بسيطه، ولكن لما بنعمل مركز ابحاث حتى يعمل ابحاث اكاديميه علميه ويكون عم بحاول يربطها بالواقع المعيوش للناس ويعلم الناس شو هي النتائج، شوي شوي مجتمعنا بيكون عم بيرتقي اذا بدك. نعم. ويكون عم بيروح نحو التخصص اكثر، واكثر من هيك يكون بلش الناس تقتنع. نعم. بهود النتائج يلي هن نتائج علميه، لانه للاسف فيك اليوم اوقات في نتائج علميه بتطلع. نعم. من الخارج. نعم. ما بتناسب مجتمعنا. نعم. نحن بحاجه الى ابحاث تكون وطنيه. نعم. انطلاقا من واقعنا لحتى نقدر شوي صغيره نقدر نكون عم نختبر اكثر، نخليها حقيقه ملموسه على ارضنا. اكثر من هيك بدنا نبلش هودي الناس نخلق لهم مشاريع، مثل ما قال البابا فرانسيس كمان برسالته، بدنا ناخذ مبادرات نبلش نخلق مشاريع. نعم. نشغل فيها شبابتنا طاقات وطاقاتنا مختلفة. ونشغل فيها كل الاشخاص. نعم. لحتى يتعودوا يشتغلوا مع بعض. حلو. للاسف اليوم كل مؤسساتنا هو نجاح فردي. خي ما بدي تنجح فرديا، بدي تنجح. كلنا سوا مع بعضنا، يعني اذا فشلنا بنكون فشلنا سوا. صحيح. واذا نجحنا بنكون نجحنا. حلو. سوا. وهيدا اكيد ابونا في دور للرعيه هون أكيد. بهيدا الشيء، يعني كيف بنعود الاشخاص بقلب الرعيه يكونوا يشتغلوا مع بعض. ايه عم بيشتغلوا مع بعض، وحضرتك اخبر مني بهالموضوع. يعني انا بتصور هون مثل ما حكيت دكتور سكارلت بالبدايه يمكن وحضرتك، انه كثير مهم نعرف انه مسؤوليه الجميع برعيه. صح. بالمدرسه بكل المجتمع. دكتوره سكارلت شو بدك تقولي لنا هيك كلمه قبل ما نطلع على الفقره يلي من بعدها بما يخص المربين حول كل هالمواضيع وهالازمات يلي ممكن تعترض المسار التربوي؟ انا بدي اروح للمربي جورج سنيدرز اللي كتب كتاب اسمه لجوا اليكول. حلو. وولادنا هلا بس يروحوا على المدرسه يا عندهم كرامب بمعدتهم يا اما بيعملوا كويبيس. ليش ما بنربي ولد مبسوط، ولد فرح، ولد قبلين بجسمه، قبلين بطاقاته، ولد منفتح للاخر، ولد مش منغلق على حاله. انا نعم لتربية انسان سعيد. حلو. سعيد مش فقط انسان، وانما انسان سعيد، انسان بحب فرح. المجتمع. صح. انا اوقات بتسمع للطلاب اللي هن هلا بالترمينال، ست فيكي معك خبر، حلمهم الاساسي كيف بدهم يتركوا البلد، حلمهم كيف بدهم يسافروا، لانه هلا هون بطل شيء يعجبهم وبطل شيء بيسطون. يمكن نحن عنا مشاكلنا وهيدا البلد عنا طالع من كذا سنه حرب، ولكن مسؤوليتنا هون كبيره بالمدرسه انه نقدر نضوي على شيء اساسي، نقول لهم انتم مسؤوليتكم ترجعوا تعيدوا بناء وطن كامل. نعم. بسعاده وفرح. انا بجمله جدا صغيره، نعم لبناء البشر وليس فقط لبناء الحجر. أكيد. الحجر مهم ولكن الإنسان أهم. أكيد أكيد. هلأ لكن رح أرجع أطلع أعزائي على الفقرة الرابعة. شو الفقرة؟
الفقرة الرابعة. أعزائي المشاهدين، بهالفقرة برجع بطرح السؤال ذاته، أي متى يعني بيكون هالتضامن الإنساني حقيقة؟ وبالحقيقة طرحنا هالسؤال على أبونا، هو كمان دايما بيرافقنا بهالبرنامج وبيعطينا دايما، بيغنينا بآرائه، هو الخوري أنطوني أزي. بيقول كجواب على هالسؤال، بيقول: يصبح هناك تضامن بالإنسانية عندما يصبح الله كل حياة الإنسان، وهو محور حياته وملك على قلبه. التضامن الحقيقي هو عندما تصبح الإنسانية التي تعتبر داخل مملكة الله هدف واحد، وهو الله الذي يكون هدف حياتها ومحورها والملك الوحيد، فتعيش الأخوة لأن لها ملك واحد. ولكن عندما تحيد عن الله احتمالات كثيرة تصبح محور حياتها، منها الأنا، ويصبح الإنسان هو محور ذاته، ويفقد تضامنه مع أخيه الإنسان لأنه يصبح المرجعية الوحيدة والأهم، ويسعى لإرضاء ذاته بالسلطة أو بالمال أو بالجنس وبأمور أخرى. التضامن يجعلنا أخوة عندما نحب الله ونحب بعضنا البعض، وعندما نعيش وصية أحبب الرب إلهك من كل قلبك وكل عقلك وكل فكرك وقوتك، وأحبب قريبك كنفسك. يصبح هناك تضامن بالإنسانية. كتير حلو يلي قالوا الأبونا، وما بدنا أكيد نحن بنشكره كتير لأن دايما بيغنينا بجواباته، بس ما بدنا نكون كتير مثل ما بقولوا إيتوبيك. يعني هلأ في كتير أشخاص بيسمعونا وبيقولوا أنه كتير صعب أنه نعيش هيدا الشيء بملقه. أبونا شو بتقلنا بهالموضوع قبل ما أنا بقول دايما أنه ما نخاف. قلت شغله كثير مهمه دكتور سكارلت، هو انه نبسط الامور. نعم، نقدر نعيشها بعمقها ولكن بسهوله. نعم، من دون ما نكون نحن عم نحط وكانه هيك قدامنا تحديات اكبر من انه نحن نحملها. نعم، بالعكس، ناخذ الامور بكثير رواق، نمشي بمسيره تربويه كثير حلوه مثل طريق أماوس. نعم، طريق أماوس الحلو فيها انه يسوع كان تربوي رقم واحد. نعم. ليش؟ لانه سمع هموم هودي الشخصين، ولو بوقت من المطارح وكانه هن اشخاص شافوا الدنيا مطربقه بوجهن، ولكن مشي معهم بطريقه. نعم. على قد هالهم يلي عم بيشوها، على قد المخاوف يلي عم بيعيشوها. نعم. وصلهم الى النقطه يلي لازم يوصلوا لها، فرغوا يلي عندهم، ولما فرغوا يلي عندهم عرف كيف يوصل لهم جوست لنسيسار يلي هو الطعام في حينه، انه رجع زرع لهم الرجاء بحياتهم. حلو. وهيدا يلي نحن دورنا، نحن كتربويين وكمسؤولين وكبي وام بقلب البيت. ما بدي اليوم ضلني حاطط المخاوف والهواجس وكانه هن كل شيء في حياه الانسان. مثل ما قال الدكتور سكارلت، بدي فرجيه الفرح. نعم. بالمدرسه بدي فرجيه الكوتي بوزيتيف، بدي فرجيه لو انك انت حامل ضعف بحياتك، بدي فرجيه انه انت قادر تتخطى هذا الضعف، بدي خليه يقبل ضعفه لحتى ينطلق من ضعفه ويعيش النجاح في حياته. أكيد. ما نخاف. أكيد. ما حدا يخاف، بالعكس، هذه مسيره بدها وقت، بدها سهر، بدها تعب، بس الله لم كتبت لها الدكتور سكارلت هذيك النهار على الفيسبوك، وهون بستغل الفرصه لحتى اقول لها مبروك على نجاحها بالانتخابات كممثلة للأساتذة بكلية التربية. شكرا أبونا، بشكر ربنا عليك. كتبت لها: الله لم يعدنا بسفر هادئ بل بوصول أكيد. حلو كتير، حلو كتير. شكرا. حلو أبونا، شكرا. يعني أنا بهالشيء الحلو اللي حضرتك قلته أبونا، أنا رح أختم معكم. يعني رح أتشكرك دكتور سكارلت على مشاركتك القيمة وعلى حضورك معي اليوم. شكرا. أبونا كمان دايما تعودنا عليك تغنينا ببرنامجنا. شكرا. وبشكرك كتير على هالشيء الحلو يلي دايما أنت منفتح كمان لحتى تعطينا إياه. ميرسي كتير. وبدي أختم دكتور سكارلت. شكرا لك أبونا، شكرا. بدي أختم أعزائي بالفقرة الأخيرة. ألجأ إليك عندما أشعر أني وحيد وقلبي حزين، ألجأ إليك.
عندما يتركني الأصحاب ويتغير عني الأحباب ألجأ إليك. عندما أشعر أني مظلوم ويتكاثر من حولي الأعداء ألجأ إليك. عندما أكون مريض وقلبي جريح ألجأ إليك. عندما أكون ضعيف والخطيئة غلبتني وأخذتني بعيدا عنك ألجأ إليك، لأن ليس لي سواك. ألجأ إليك فأنت تبقى أمين معي في كل الأوقات، في ضعفي، في فتوري، في جحودي، يبقى حضنك مفتوح إلى الأبد لاستقبالي. آمين.